بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أبوني في العشان خوتي الله يحفظكم إن شاء الله. اليوم الطريق الرابط ما بين تندوف إلى بريزينا، العودة اليوم من تندوف. اليوم رانا في المقطع اللي يربط ما بين واد الناموس إلى 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 البريزينا، اللي كتب ربي كي تعود جاي خارج من بشار، ما بين بشار وبني والنيف، البراج تاع السيكونت قد البراج تاع السيكونت الدور إلى الفاندي واد الناموس. بسم الله ما شاء الله. وليت بشار تتمنى لك طريق السلامة. بشار تخدم الطريق خاوتي، الطريق نتاع بشار العلامة الكاملة 10/10، يعني ربي يحفظهم مسؤولين ولاية بشار على الأمر هذا، على الطرقات العلامة الكاملة. طريق نتاع بشار كامل مخدومة نعمة. دوك ندخلوا في المرسم نتاع البيض، ها وبدات تكسر. أنا باش كنت فاهم يعني يكون خدمة، أنا قلت لكم البيض خاوتي حالة خاصة، ما فهمتش أنا لا. هاي البلاكات عيط قدامنا، ويلكم تو البيض، ولاية البيض ترحب بكم، ولاية بشار تتمنى لكم طريق السلامة. دوك شوفوا الطريق في المكسرة تبدا، هاي بدا الطريق المكسرة هنا قد عند البيض. ها يعني تشوف بعينك الدليل القاطع، ولاية البيض هذه لازم يشوفوا لها، يشوفوا الأمر تاعها كيفاه. ها شوف
ماش بعد علينا راه من على اليسار منطق يلحقوا البنوت خاطرش نخرجوا على الاسلام سيد الشيخ ونخرجوا طول المجريه بعين صفراء مش بعيده بزاف.
عقلك تروح. وربي يفتح علينا وعلينا وعليكم ان شاء الله. والمخلوق هذاك اللي توفى في الاكسيدون تاع قبيل ربي يغفر له والله ما غفر له واسكنه فسيح الجنان. انا لله وانا اليه راجعون. ربي يغفر له ويصبر اهله. اخونا مسكين من ورقله. هذه الدنيا هذه. ربي يحفظنا ويحفظكم خاوتي. نتلا في رواحكم وفي طريق جزائريه اخرى وفرصه اخرى نتلاقاو ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.